التفرغ حاجة ماسة وضرورة ملحة للجامعة اللبنانية. بهذه العبارات استهلت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بيانها عقب جمعيات عمومية عقدتها في كافة الفروع أكدت في خلالها استحالة الإصلاحات في الجامعة طالما هناك شريحة كبرى من الأساتذة لا تتمتع بأدنى الحقوق التي تضمن الاستقرار الوظيفي كالمعاش الشهري والضمان الصحي والاجتماعي. الأساتذة المتعاقدون أكدوا تنفيذهم إضرابا تحذيريا فور بدء العام الدراسي كخطوة تحذيرية تسبق الإضراب المفتوح. إننا نعلن بأننا فور بدء العام الدراسي سننفذ إضرابا تحذيريا وصولا إلى الإضراب المفتوح حتى يتم إقرار التفرغ في مجلس الوزراء، كما نتعهد لطلابنا الأعزاء بالتعويض عن كل يوم تأخير، وندعوهم إلى الوقوف إلى جانبنا في قضيتنا المحقة. إشارة إلى أن لجنة الأساتذة المتعاقدين حذرت من أي محاولة لتسييس ملف التفرغ أو تسويفه، مؤكدة أنها لن تتوانى عن تسمية الأشياء بأسمائها.